اهلا وسهلا بيكم كل متابعين برنامج بنحلم نعيش وكل متابعين ومشاهدين قناه الصحه وجمال وحشتوني زي ما انتم متعودين مني على كل يوم اربع حلقه جديده وموضوع جديد ولكن الموضوع النهارده سيناريو بايخ قوي ومتكرر وقديم جدا وسيناريو خلاص من كتر ما احنا حافظينه تعبنا منه جدا وللاسف لا بنتعلم ولا قادرين نفهم ان الخطوه نهايتها دمار البدايه اللي احنا بنبتديها في المشوار والسيناريو ده للاسف نهايتها خراب على الجميع ايه هو السيناريو بقى اللي هنتكلم عليه النهارده وحلقه النهارده هتتكلم عن ايه هتتكلم عن توظيف الاموال. ان انا اروح اشغل فلوسي عند اي حد بيلم فلوس وعايز يشغلها ويدخلها في شركه مساهمه بقى يدخلها تحت اي اسم ما ويلم فلوس من الناس ويشغلها وتبدا الدايره وتبدا الموضوع وحكايتنا تبتدي من هنا كل واحد يجي يقول انا هشتغل هشغل لكم فلوسكم واديكم ارباح 20% طب والنبي 30% طب غيره وفي 40% وفي 50% كل واحد شغال على قد ما يقدر يرمي فلوس وربنا يقدره بيقول عندنا حكايه كده حصلت انا اصلا من مركز بدر محافظه البحيره عندنا كم قصه حصلت كده بقى لهم كام سنه للاسف اتشرد فيهم ناس كتير واتاذى فيهم ناس كتير جدا 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 وبيوت كتير اتشردت واطفال كتير اتشردت وزوجات كتير حصل معاهم مشاكل واتطلقوا وحصلت خراب لبعض البيوت بس بسبب الاول والاخير مش عايزه اقول الشخص اللي لم الفلوس او اللي شغل لهم الفلوس قد ما عايزه اقول ان هم السبب لان مفيش حاجه اسمها حد يشغل لك فلوسك ما تشتغل انت ما تشغل فلوسك انت ابتدي بمشروع صغير اعمل حاجتك بنفسك ليه ما بنتعلمش من اخطاء الغير ليه ما بنتعلمش من الدايره المقفوله اللي كل يوم حد بيقع فيها ليه ما بنتعلمش ليه دايما بنقع في نفس الخطا بحذافيره ما بنغيرش احنا عندنا شخص حد محترم جدا انا اعرفه شخصيا واكلت معاه وملح وللاسف انا والدتي من ضمن المساهمين في الشركه بتاعته وللاسف ما اخدتش رايي وعملت ده من ورايا ودخلت الفلوس من غير انا معلم وده كان مشكله كبيره جدا بيعاني منها الجميع حتى والدتي اللي انا ما قدرتش انصحها ان ده غلط وان ده سيناريو غلط ان احنا نعمله ونقع فيه خاصه الناس اللي فاهمه وبتشتغلوا في السوق واللي فاهمه طبيعه الشغل وفاهمه طبيعه الحياه وهو المهندس او الاستاذ عاطف عبد الجواد ده شخص محترم جدا لو هتكلم عن الاخلاق والادب لا الراجل ده في قمه الاخلاق يعني انا اتعاملت معاه في قمه الاخلاق والادب ومش عايزه اوصف لكم ذو خلق رفيع حد عالي الاخلاق وحد محترم وحد يعني لو تعاملت معاه على المستوى الشخصي هتحب تتعامل معاه جدا وحد متدين وحد يعني في التعامل راقي جدا 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 طيب غلطه الشواندس او الاستاذ عاطف كانت ايه غلطته ان هو حلم حلم بس كبير شويه ايه هو الحلم حلم ان هو يعمل مجال استثمار كبير جدا ويدخل فيه الناس كشركه مساهمه ويبدا يجمع فلوس من الناس ويكبر المجالات اول حلم في احلامه عمل مصنع المصنع ده مصنع برنيكات او مصنع بلاستيكات اللي بيتعبى فيها لتعبئه الفاكهه والخضارش. المصنع ده يعني حاليا تكلفته او اللي هو السعر اللي جايبه حاليا 35 مليون بعد كده الحلم كبر شويه. والدايره وسعت وبدات الناس تحط فلوس اكتر والمساهمين يكتروا ويكبروا ما شاء الله لحد ما وصلت الدايره هنا لمحطه استيراد وتصدير للفاكهه المحطه دي بقى تكلفتها كام او هي حاليا سعرها كام 75 مليون جنيه طيب عارفين انتوا كده خليكم مركزين معايا مصنع ب 35 مليون ومحطه التصدير 75 مليون يا ما شاء الله طب تعالى كده نشوف المساهمين بقى كام مساهم موجود يعني لو بصينا شفنا المساهمين اللي موجودين هنلاقي 2400 مساهم لحد دلوقتي موجودين 2400 مساهم طيب المساهمين دول منسبين من يعني نسبه الفلوس بقى اللي حاطينها او مساهمين بكام ب 218 مليون 218 مليون. مع ان الاصل عندي هنا بيقول محطه ب 75 مليون وعندي مصنع ب 35 مليون ولا يملك اشياء اخرى غير بعض العناصر يعني بعض الحاجات النسريه فيلا مثلا هو مقدرها ب 3 مليون وكمان الاراضي اللي هي موجوده في الضبعه واللي موجوده في وادي النطرون اللي احنا بنسمع عنها كتير الاراضي اللي هي وضع يد عن طريق وضع اليد ولكن غير مقننه من الدولة يعني كمان الأراضي دي مش عايزة أتكلم فيها طالما هي غير مقننة من الدولة كأنها لم تكن وكأنها مش موجودة ما نتكلمش فيها طالما هي غير مقننة وطالما ما اديناش للدولة فلوسها وما تقننتش وما راحتش وما تسجلتش بأسماء حد يبقى هي مش موجودة ونعمل ستوب في الحتة دي ونقول أرض موجود 11600 فدان أو 12000 فدان كلام لكن الواقع والورق بيقول غير كده ما فيش ارض موجوده على ارض الواقع طيب آه انا النهارده آه الحل ان احنا نقول العيب على الراجل ده ان هو حلم حلم وضيع نفسه وضيع الناس حواليه الراجل ده على فكره مش وحش وراجع من بره بشقى وتعب وبهدله وبالفعل راجع بفلوس خاصه بيه هو يعني خاصه بيه هو واولاده وكان تسبب في نتيجه الحوار ده ان هو عرض اولاده وعرض حياته ونهايته حاليا ان هو مسجون بكثير من الشكاوي والمحاضر بشيكات وإصالات وشيكات بنكيه وناس اخذت عليه احكام وناس اخذت عليه العديد من الاشخاص اللي اشتكت ولكن الحل فين؟ الحل في سجن مهندس عاطف او استاذ عاطف انا بديك مثال بس لان انا يعني مثال حي قدام عيني وقدام عينينا كلنا احنا شايفينه. هل الحل ان الراجل ده يفضل يتجدد له في احكام وياخد حكم ورا حكم ورا حكم ورا حكم وتنفذ عليه كل الاحكام لاشخاص معينه ولا نرجع ونشوف حل مناسب؟ لا نرجع ونشوف حل مناسب لان الراجل ده سجنه لا هيودي ولا ياخر. انا واحده من الناس عملت له بالفعل قضيه وفي شيك وايصال لكن انا مش مستفاده حاجه بحبسه ولا اه وانا بعترف قدام الكاميرا ان انا مش عايزه احبسك يا بش مهندس عاطف ولا استفاد حاجه من حبسك ولا سجنك اه انا عايزك تطلع عشان تصلح غلطك وتبدا او تصلح اخطائنا كلنا اللي احنا وقعنا فيها سواء اه سواء انا كنت السبب ان انا ما وعدتش والدتي ان هي تدخل الفلوس لكن الجميع احنا أسأنا لنفسنا أسأنا لما رحنا شغلنا فلوسنا في مكان في دايرة مقفولة بتقول نهايتها الخسارة والبكاء. نهايتها إن إحنا هنبكي على حالنا. نهايتها إن إحنا هنبكي بس تعالوا هنا بقى أنا النهارده جاية بتكلم في الموضوع ده عشان مصلحتي الخاصة خالص وبتاتا أنا معترفة بخطأي ولكن أنا تعبت من كمية اتصالات الناس اللي, اللي مش لاقية تاكل اللي اتشردت اللي باعت بيوتها. في ناس باعت بيوتها عشان تشغلها عشان تاخد ارباح وتاكل وتشرب بيها وتحيات في جزء من الناس مش هقول لكم جزء كبير جدا دخل الفلوس طمع يعني جزء كبير جدا من الناس دخل الفلوس دي يشغلها طمع عشان ياخد فلوس مش من حقك تاخد ملايين وانت قاعد في البيت مش من حقك يجيلك لك عشرة وعشرين وثلاثين ألف وانت نايم في البيت وأولا ده في الأول وفي الآخر لو حطيته تحت خمسين ألف بند ده اسمه ربا ده اسمه ربا وخاصة احنا ناس فلاحين والناس الصاعدة والناس فلاحين عارفين ان هم بيكونوا ضد موضوع الربا وضد ان انا اشغل فلوس وانا عارف مكسبها محدد بيجيلي كل شهر مكسب محدد ده ربا فما تحطولهاش تزويق كلام ولا تزوقوا الكلام فيها هي خلصانة هي معروفة وخلصانة جدا ان ده اسمه ربا طيب لما نيجي نرجع ونقول طب وبعدين الحل ايه الحل ان السيناريو ده هيتكرر كتير الناس اللي اتلطمت والاطفال اللي اتشردت والستات اللي اتطلقت بسبب ان هي اللي باعت دوم اللي باعت غوايشها وذهبها واللي باعت حاجتها واللي فلوسها جوزها سايب فلوس في الدولاب ما يعرفش بيها او فلوس بيت او باعت بيتها او باع بيته أو أو, او 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 سيناريوهات كتير جدا 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 جدا, جداً, جداً مش عايزه احكي لكم عشان هي كتير لو قعدنا يعني عشر ساعات مش هنخلص حكايات كل شخص فيهم حكايته كانت ايه وحط فلوسه ازاي وجابها منين وعلى فكرة الناس دي تعبانة بالفلوس والله العظيم معظم الناس اللي حطت عشرة آلاف وعشرين ألف الناس دي كفرانة بالجنيه تعبانة الناس دي تعبانة جدا جدا لأبعد الحدود فوق ما تتخيلوا الناس دي بيشتغلوا بيشتغلوا, بيشتغلوا يعني في حاجة اسمها باليومية يعني بيشتغلوا عمال وصنايعية وبيشتغلوا في الغيط وبيشتغلوا بيتعب طول اليوم بالمئة جنيه عشان يحوش ال 10000 او ال 20000 اللي اداهم للباشمهندس عاطف او غيره ظهر بعديه واحد واثنين نفس القصه في نفس المكان والناس برضو راحت وديت فلوس هل ده عدم وعي مننا؟ اتفضل فد. السلام عليكم الو الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام عليك. عليك ورحمه الله استاذ رسلان اهلا وسهلا يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله الموضوع ده شغال برضه في الحوش يا فريس. نعم يا فندم الموضوع ده شغال في حوش عيسى إيه برضه الناس ده شغال عندنا في حوش عيسى إيه برضه الموضوع ده شغال في كل مكان انا بدي للاسف يا استاذ رسلان مثال للاسف حي قدام عيني انا شاهدته بعيني وشفته وشفت اصوات الناس اللي اللي بتتصل بيا بتستغيث عايزه حقها الناس مش لاقيه خلاص مش قادره ان هي تكمل حياتها مفيش حتى يكملوا يعني عشاهم زي ما بيقولوا عايزين ياكلوا ويشربوا خلاص يعني الناس اللي بتمتلك 20000 او 10000 ده ضاع بمعنى الكلمه لما هو خلاص دي كل ما يملك بالنسبه لشخص اخر ال 10000 دول ولا حاجه او ال 20000 ولا حاجه اما بالنسبه له لشخص تاني بيشتغل طول اليوم ب 100 جنيه دول كل حياته دول شقاه اولاده واللي هيعيش منهم او يعيش منهم هم منه اولاده وفيها قصص كتير جدا حضرتك اكيد تعرفها سواء في حوش عيسى يعني انتوا عندكم حد بالفعل في حوش عيسى حاليا عامل القصه دي يا استاذ رسلان؟ في في ناس موجوده في الحوش عندنا بس يعني مش عايزين يحرجوا حد وما يعني ذكر الاسماء بس يعني بيوظفوا الاموال بيبقى بقول لك كل اسبوع 10000 جنيه من فلوسك وهل ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ هل المشاريع انا بس هشرح دلوقتي تفصيليا على الحاله اللي معايا انا بشكرك كتير يا استاذ رسلان وهوضح لك الموضوع وهوضح للساده المشاهدين الموضوع هل يعقل ان انا اكسب 30% ارباح؟ اي بنك بيدي 30%؟ ايه شغلانتك انت عشان تكسب 30% ارباح؟ فين العقل والمنطق اللي بيقول ان انا اخد 30% ارباح؟ اي عقل بيقول ان انت تاخد 30% ارباح؟ فين هي الشغلانه اللي تجيب المبلغ ده كل شهر؟ لو انت هتطلع 5 مليون جنيه ارباح كل شهر وعندك كل ما تملك من مصنع ومحطه وكل حاجه تملكها بتجيب لك العائد بتاعها 3 مليون او 2 مليون او مليون كل شهر بتجيب الاربعه التانيين منين؟ إيه؟ ما اكيد من فلوس الناس. اللي بيجيب مليون بيدي منهم ارباح واللي بيجيب اتنين بيدي منهم ارباح والدايره بتفضل شغاله. خد من ده ودي لده خد من ده ودي الربح لده وخدوا الارباح من فلوسكم لحد فلوسكم ما تخلص ويجي حاجه معينه خلاص ما بقاش فيه فما تلوموش الا انفسكم لوموا نفسكم على الاخطاء اللي ارتكبتوها يا ريت لاول واخر مره انا اول مره اتكلم في الموضوع ده بس ارجوكم اسمعوني مره واعتبروا ان هي اخر مره بالنسبه لكم بلاش الناس تدخل في المواضيع دي بلاش الناس تدخل في موضوع السيناريو اللي خلاص زهقنا منه إحنا بجد زهقنا من سيناريو اه اه توظيف الأموال وإن أنت ما تشغل فلوسك أنت لو أنت مش عارف تشتغل شوف حد اتجمعوا خمس شباب مع بعض اتجمعوا خمس أسر مع بعض وكونوا مبلغ واعملوا مشروع سوا هتبقى حاجة صغيرة على قدكم هتبقى حاجة بفلوسكم وإنتوا اللي بتدروها وإنتوا اللي بتشغلوها اعملوا كده ليه تدي فلوسك لحد يشغلها لك ليه تدي شقه عمرك وترميه وانت عارف انه مش هيرجع ليه ماشي فندم اهلا وسهلا الو الو ايوه استاذ شرهام ايوه يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك اتفضل عبد الجواد مع حضرتك اهلا وسهلا يا استاذ عبد الجواد اهلا بيك من من حدين اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا استاذ عبد الجواد حضرتك يا ناس كتير عامله الموضوع ده انا فاهمه يا فندم في ناس كتير عامله الموضوع ده وعارفه ان في اكتر من حد ظهر في الحدين وفي كوم حماده وفي اماكن كتير جدا مش الحدين بس وكوم حماده للاسف الموضوع ده انتشر في كل حته انتشر في كل مكان بس ال... هل بقى العيب فينا يا استاذ عبد الجواد العيب فينا ولا العيب فيهم ولا العيب في مين ان احنا بنكرر نفس الخطا وبنحط علينا مسؤوليه برضه اكتر من المسؤوليه الاكبر برضه أكيد. المسؤوليه الاكبر علينا احنا علينا احنا طبعا. علينا احنا انت ما تشغل فلوسك بنفسك ليه تحط فلوسك لحد يشغلها لك ليه تبقى حاطط فلوسك بعيدة عنك بدون اي ثقه وانت مش عارف بكره في ايه ما فيش حد فينا يعرف بكره في ايه فاستاذ عبد الجواد قال لنا على معلومه إيه كلنا عارفينها ان الخطا الكبير علينا احنا على الناس اللي بتحط فلوس وهي مستوعبه ان هي هتفضل تاخد انا بشكرك كتير يا استاذ عبد الكواد هتفضل تاخد 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 لا انت ممكن تاخد سنه ارباح سنتين ارباح ثلاثه اربعه خمسه سبعه لكن بعد كده طول ما في حد بيدي وطول ما في اساليب معينه ان هو الشخص اللي بيستثمر او الشخص اللي بيجمع فلوس عنده قدره الاقناع وعنده قدرة التحكم ان هو يجمع فلوس هتفضل تاخد ارباح، طول ما الدايره ماشيه وفي غيرك بيدفع. طول ما في غيرك بيدفع هتفضل الدايره ماشيه وهتاخد ارباح، ساعه ما الدنيا تقع وسطوب وخلاص ما بقاش في أرب... ما بقاش في حد بيشغل فلوس تاني خلاص هيجيلك ارباح منين؟ ما فيش حاجه بتكسب. ما فيش حاجه بتكسب. النهارده مصنع استاذ ماجد اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا استاذ ماجد اهلا وسهلا يا فندم ازي حضرتك اهلا بحضرتك يا فندم من مركز بدر يا فندم البلديه اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ ماجد بس معلش وقت التلفزيون انت... شويه او حضرتك اتكلم من الموبايل طيب تمام تمام حضرتك يا فندم اتكلمت في بدايه الموضوع والله كلام حلو يعني ان الغلطه غلطه الجميع ده ان غلطة الحكوم... الجميع طبعا اه لما الحكومه تحبس الرجل دوت المحترم اللي حضرتك قلت عليه فلوس الناس دي ترجع لها ده مش حل بص الحكومه ما حبستش يعني. يا فندم لا الحكومه ما بتحبس لا. احنا اللي بنحبس احنا اللي رحنا ما. بعد المساهمين لا. لا. هم اللي راحوا واشتكوا وحبسوا أنا. أنا. نتيجه للاخطاء أنا الكتير وعدم التساؤل برضه ما هو لو قعد مع, مع الناس وحل الناس مش هتوصل لده انا مع حضرتك انا مع حضرتك يا فندم تمام احنا كلنا عارفين ظروف البلد وكلنا عارفين ظروف العيشه اللي احنا عايشينها واغلب واغلبيه الناس اللي رجال الاعمال متعثرين, يا متعثرين لا يا فندم لا يا فندم خلينا نتكلم في نقطه هنا لو هنتكلم عن الحاله بتاعت مهندس عاطف هنتكلم عن ال لو الحاله دي بالتحديد من ضمن كل الناس اللي عملت نفس الموضوع ده هتكلم ان في مصنع بيجيب 35 ب 35 مليون جنيه بيجيب حاليا مليون و200 الف جنيه مكسب في السنه ماشي وفي محطه لا بتتاجر بتتاجر هو مأجرها ب 3 مليون و200 ودلوقتي مش متاجره وتعرضت للسرقه واتسرق منها بعض الحاجات هل ال 3 مليون و200 في السنه والمليون و200 بيغطوا ال 2400 مساهم 30% لا طبعا كل شهر هل لا هل يعقل هل يعقل الكلام ده يبقى ما فيش حاجه لا اسمها ظروف دوله وتعرقل الموضوع من البدايه فيه خساره وفي غلط وفي شغل مش مضمون لو هنيجي نتكلم برضو على حاجه تانية يا فندم كان في بعض المواد الغذائيه يا ريت تجيبوا الصور شغالين برضو في المواد الغذائيه إيه زي السكر والحاجات دي المواد الغذائيه الاكل كله يعني بجميع انواعه والمعلبات والحاجات دي هل المعلبات بتكسب والحاجات دي معلش يا فندم خليك معايا بس هل الحاجات المواد الغذائيه بتكسب عربيات بالايجار موظفين بالايجار مندوبين بالايجار بالاجر كل حاجه بالفلوس كل حاجه بالفلوس تعالى شوف اماكن ومخازن متاجره كل ده بالايجار طب اي اي مكسب يجي من الحاجه اللي بيطلع منها ربع جنيه ونص جنيه مكسب فقول لي منين المكسب هيجي من مواد غذائيه في نهايه الموضوع مشروع خسران. صح ولا مش صح؟ مع حضرتك يا فندم في الكلام، انا مع حضرتك. تمام. كل المقصود ان احنا ليه ما نديش الراجل ده فرصه انه يسدد الديون دي للناس؟ هي دي بقى الكلام. هو ده الكلام إينا وهو إينا ده مربط الفرس اللي احنا بنقول عليه نت... الراجل إيه ده إيه مسجون حاليا ما يتعدى السنه حاليا يبقى مبيل. مش هيسدد يبقى, يبقى مش هيسدد وبالفعل عمل توكيل للمساهمين اجتمعوا على شخص ان هم يعملوا له توكيل لكن انا شايفه برضو حتى التوكيل بالبيع مش هيبقى أوه. ياخد مش هيبقى حل, حل قد ما الراجل ده يخرج يخرج ويشوف هو بنفسه القضيه ويحلها مع الناس الشخص او غيره ملل. انا بتكلم ليه ملل. على البشمهندس عاطف يعني يعني او ذكرت اسمه بالتحديد دون أنا عن الناس اللي في الاف زيه ملل. على فكره في الصعيد واسكندريه وحوش عيسى وكل مكان والبحيره والشرقيه والغربية الموضوع ده منتشر في كل مكان لكن الناس دي نصبين ناس نصبت واخد الفلوس ومشي بيهم او ما عندوش ما عندوش حاجات أو حاجات تكون موجودة منشآت عشان نقدر نحيزها أو نقدر نقدرها تدي فلوس الناس مش معندس عاطف مختلف الراجل ده مش نصاب الراجل ده مستثمر وفعلا اشتغل وكان عايز يكبر ويكبر الناس معاه بدليل ان هو ما زال عنده محطه ومصنع وعقارات او غيره حاجات موجوده نقدر نسدد بيها الناس ده اللي خلاني فتحت الموضوع والقضيه ان الفلوس ما راحتش ان لسه في فلوس موجوده على ارض الواقع نسدد بيها الناس انت دفعت النهارده حتى لو هتاخد نص فلوسك من النص التاني انت خدته ارباح ايه المشكله أوه. تقدر الاموال دي ويطلع ويبيع الحاجه والناس تاخد فلوسها وده الحل اللي انا بقترحه على الناس دلوقتي واللي انا شايفه إن هو المضمون اللي هيفيد الناس كلها الراجل ده سجنه لا هيقدم ولا ياخر ولا هيفيد الناس بحاجه يعني سجن الراجل ده لا هيقدم ولا ياخر انا بشكر حضرتك كتير واتمنى امين فصلت الخط فصل طيب يا فندم دلوقتي إحنا لو هنرجع لموضوعنا تاني وهنتكلم عن الخطأ من مين؟ الخطأ مننا كلنا. الخطأ من عدم التوعية. دور الإعلام إحنا كدورنا هنا من منبر الإعلام لازم نوعي الناس. لو أنا ما ظهرتش القضية دي وغيري ما يظهرهاش وغيري ما إحنا كل يوم بنسمع إن في واحد جديد سواء بقى نصاب أو أو نيته سليمة. يعني الراجل ده مثلا نيته كانت سليمه جدا ومستثمر وراجل الظروف هي اللي وقعته واللي حواليه من ناس كانوا شغالين للاسف آه في اللي خاين وفي اللي نصاب وفي اللي مش كويس وفي 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 وقعوا الراجل ده ايا كانوا في زيه برضه لكن تعالوا خلونا في اللي هو نصاب بالفعل ما في ناس نصابين بالفعل وبتلم فلوس وتمشي وهدفها من البدايه النصب انه ياخد فلوس ويمشي لكن الراجل ده ما نصابش الراجل ده لم فلوس الناس بالفعل واستثمر وعمل منشآت في بلده جنب بيته وجنب ناسه اهلا اهلا وسهلا استاذ احمد اهلا بيكي اهلا وسهلا يا فندي. بالنسبة للحاج عاطف اتفضل الو ايوه يا فندم سامعك اتفضل بالنسبة للحاج عاطف لما عمل توكيلات لناس مش زوع حسن ظن الاخرين وبيلعبوا باعصابنا وفي نفس الوقت يا ابله مش بيوفوا بوعودهم هو ده اللي انا بقول عليه يا حاج ان احنا يعني الحل يعني خل... خلت... اسمعيني لو سمحتي وبعدين اتفضل اتفضل هما خدوا خل... توكيلات من حاج عاطف امم وعرضوا المحطه والمصنع للبيع تمام وقالوا هناخد نسبه مثلا 25% تمام وعملنا لهم توكيلات وعملنا لهم ورشحنا ناس تمام طيب انا دلوقتي لقيت الكلام ده كله هجر ولا حصل منه اي حاجه خالص. والموضوع ده بقاله قد ايه بقى؟ موضوع التوكيلات وهنحل اه له... لنا شهرين اهون واخدين التوكيلات من عاطف ومفيش حاجه جديده. ولغايه دلوقتي ما عملوش اي حاجه تمام طيب, طيب. افتدينا هل في ناس تلتين الناس ما اشتكتش؟ ارشدك بحل ان احنا كلنا نتجمع يعني الناس المساهمين كلهم حضرتك وكل المساهمين يتجمعوا آه انا بشكر حضرتك انه ان انتوا تتجمعوا كمساهمين آه على قرار وربما القرار ده يعني انا شايفاه هو اصلح واصوب قرار وهو ان انتوا تطلعوا مش مهندس عاطف هو الشخص الوحيد اللي يقدر يبيع الممتلكات اللي باسمه شخصيا وليس باسم الشركه هو الوحيد اللي يقدر ياخد القرار ويبيع كل ده ويحصل حصر ويحصل اجتماع زي ما اجتمعتم من البداية زي ما اجتمعتم من البداية وزي ما كنتم حلوين جدا وانتوا بتاخدوا الارباح وحلوين جدا وانتوا بتدوا الفلوس وكان في صحبة حلوة ومحبة ما بينكم وما بين الراجل ده ارجعوا تاني بقى خرجوه من الحبس خرجوه من الحبس يحل مشكلتكم واقعدوا مع بعض شوفوا القرار ايه لاني ملهاش حل تاني كل شوية توكيل جديد وناس جديده وناس مش عارفه وناس تايهه وانتوا تايهين في النص 2400 مساهم مش عارفين يعملوا ايه ومفيش مصداقيه في الموضوع يبقى الحل الوحيد خرجوا الراجل ده علشان خاطر تحلوا المشكله او منبع المشكله يا ريت كل الناس تكون فهمت واستوعبت دايره توظيف الاموال دايره غلط سيناريو صعب جدا مش عايزين نسمعه تاني سيناريو مش حلو كلنا بنتعرض ليه سواء المتعلم او المش متعلم سواء الشخص اللي في الارياف او في المدينه كلنا بنقع في الغلط ده فحسبوا ما تقعوش في الغلط ده تاني شغلوا فلوسكم بنفسكم وابداوا اعتمدوا على نفسكم اعملوا مشاريع صغيره اشتركوا مع بعض في مشاريع اعملوا اي حاجه تخصكم انتوا تشتغلوا بايديكم وتكبروها وبلاش تدوا فلوسكم لحد عشان ما تقعوش في قصص كتير انتظروني يوم الأربعاء الجاي حلقة جديدة وموضوع جديد ويا ريت أكون خفيف عليكم واقوم بقدم المعلومة بحب وتسمعوها مني بحب لأني أنا مفيش جوايا منكم غير الخير بحبكم كتير